فاطمة إبراهيم شهابي، تاريخ مكان الولادة لوبيا. أي سنة؟ سنة الأربعين. لو سألتك عن لوبيا بتتذكريها وشو نيتك كانت؟ اللي بعرفه أنا، نحن كنا ساكنين بمنطقة اسمها الخربة، بتطل على المرين، بتطل على الشجرة، بتطل على طرعان. هاي كروم، كانت بيقولها الخربة كرومتين، وكأنك بتسمع بالمعركة اللي صارت بلوبيا وراح فيها 35 شهيد، كانت المعركة الكبيرة فيها، يعني بين بيوتنا كانت. بذكر طلعوا النسوان والأولاد كلها طلعوا على منطقة باسمها مرج الذهب. لما طلعونا ودارت المعركة، نمنا ببيت عبد العايدي بالمغار. هذيك الليلة كله كانت البلد كامل يعني بالمغار نايمة وشي ورجعنا ثاني يوم. لما رجعنا ثاني يوم قدموا لامين من الشهداء والجرحى والكذا، السلالم تبع الحارة كلها ملوثة بالدم. بباب بيتنا اللي كنا فيه نحنا حاطين كاينين يساووا قفف من قش، كاينين الشهيد قعدوا بالقفة، الدم عباب بيتنا برك برك من الشهداء. فبعد ما راقت الحالة وراحوا، هي ما راقت بس يعني ما عادت الناس دفنوا الشهداء وصارت هالراحة النفس وإشي، صرنا ببيوتنا عادي. لبعد 7 شهور انسحب جيش الإنقاذ من البلد. لما انسحب جيش الإنقاذ قالوا اطلعوا، ناس تقول اطلعوا ناس، بعدين طلعوا الناس كلها. نهار سقطت صفورية بالضبط، راحت النجدة من لوبيا على صفورية، رجعوا قالوا لأنها صارت اليهود مستحليتها، فلذلك طلعوا الناس بهذيك الليلة. انسحب جيش الإنقاذ وقالوا اطلعوا، ما عاد في مجال. طلعنا وصلنا على مرج الذهب حوالى يعني قبل أذان الصبح بشوي. جيش الإنقاذ كانوا بدار لعمي شهيد ساكنين عنا بالحارة يعني. جينا لقناهم كلهم نايمين بهالسهل ومغطيين بالبطانيات. بذكرهم إجا أبوي للضابط قال له هيك صحة، قال له لك شلون نايمين هيك أنتوا، بلكي إجا العدو بذبحكم أنتوا نايمين. قال له لا، الأرض أمان. تركناهن ومشينا. مع أذان الصبح أو طلعت النهار، دوبه كان النهار، إجوا لموا كل الأولاد اللي موجودة بسيارات الجيش وطلعونا على عيل أبون، أهلينا مش معنا. نيمونا على الطريق الزفت وغطونا بالبطانيات. صحينا ثاني يوم لقينا نايمين تحتيني إحنا وإمنا وعمي. وطلعت العالم هالطلعة، بين هالشوك بين هالجبال أجينا على منطقة بلبنان هون بيقولوا لها بنت المجبيل ويرون، يعني فتلنا بهاي القرنة. بعد شي 15 يوم وإحنا هون رجع أبوي جاب البقرات وجاب الحصان من عند العرب، وقعدنا فترة بعناهن واخذنا سيارتين ونزلنا على الشام. حج اليوم تقريبا بعد شي 68 سنه. ايه لو قالوا لك انك ترجع فلسطين ترجع؟ اخوي الصغير خلق بسوريا، نذر اذا برجع على فلسطين لاطلع من المعظميه لفلسطين حافي، مشي على اجري حافي. المهم رجعنا. يعني انت ما بتتخلى عن بلدك؟ لا. خالتي هي الطلعة من بيته الواحد هينه ومن أرضه.